what this means for the future. سعيد جدا نكون معكم هذا اليوم في مبنى محافظة نينوى. تم مناقشة عدة أمور مع السيد المحافظ، أهمها الوضع في محافظة نينوى وهذه المشاريع المنطلقة حاليا تعمل في محافظة نينوى وأيضا التعاون المستقبلي. تم الحديث عن بعض المشاريع التي تنفذها الآن الجانب البريطاني في المحافظة وآلية وأوجه التعاون المستقبلي فيما يخص إعمار المحافظة. Thank you, sir.